أخت نجات من نيويورك، مرحبا بك نجات. وعليكم السلام، الله يبارك فيك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالتواصل ديالك معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. الله يبارك فيك، شكرا. أهلا وسهلا، تفضلي نجات. بغيت نقول ملي سمعت القصة نتاع الأخت نجات تفكرت أيامي، تفكرت حتى أنا خضرت، مشيت نخدم وأنا في عمري 6 سنين وما قيتش وما مهم تألمت بزاف الحمد لله. حتى انت ربما كان عندك نفس الظروف اللي نفس الظروف حنا، لكن العائلة ديالي ماشي تقريبا بحال العائلة ديالها، حنا كانت عائلة كبيرة. نعم. والوالدين من والدتك والأخ ديالنا الكبير اللي جابنا من الرباط وكبرنا في الرباط، الحمد لله. نعم. الحمد لله على كل حال. ولكن راك عارف ديك الوقت كانت صغيرة بزاف. العمر ديالك انت لالا نجات، العمر ديالك لالا نجات 53 سنة. دابا تفضلي كملي ليا. اللي كانت عندي 6 سنين وانا في الخدمة، وخوتي البنات كلهم مشاو يخدموا، ولكن غير البنات اللي خصهم يمشيو يخدموا في الديور. نعم. ولكن الاولاد خصهم يبقاو في الدار يعاونوا الوالد والوالدة وكلشي. ولكن اللهم لك الحمد، حمدنا الله وشكرناه. حتى الناس اللي كبرنا معاهم كيف ما كان الحال الله يرحمهم ويوسع عليهم، رباونا علمونا صنعة في يدينا، علمونا جزاهم الله خير. لكن من بعد ما كبرنا شوية راك تزوجتي صغير، طلقتي صغير، تكرفتي. شحال كان العمر ديالك منين تزوجتي؟ تقريبا يلاه كملت 14 عام، 15 عام، 16 عام ولدتي، طلقتي، جردتي في الشوارع. ولكن اللهم لك الحمد. كيفاش حتى يعني كيفاش حتى تلقيتي راسك خارج ارض الوطن؟ الحمد لله كيف ما كان الحال ربي عطى لنا العقل. نعم. خدم، ما بقيتش تنخدم مع، وليت تنخدم مع الاجانب في المغرب مع الدبلومات مع. نعم. الحمد لله ربي سهل. انت قريتي شي شويه؟ كنتي قريتي ربما؟ لا 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 لا، قريت غير مع الدراري اللي كنت اللي كنت نربي. نعم. الحمد لله الراس كاين، ولكن اللهم لك الحمد. نعم. المهم جيت لامريكان في 93، وانا في امريكان في 93 قريت قام في امريكان، ربي فتح لي الباب واخذت عدت العمل الاولى مع العرب ديالنا وداك الشيء، ولكن اللهم لك الحمد فتحت له الابواب. تعرفت على امريكانيين وخدمت مع امريكانيين، دابا انا 24 عام وانا مع الامريكانيين الله يجزيهم بخير. نعم. قريت، تعلمت نقرا، تعلمت نكتب شويه، ماشي بزاف الحمد لله. وكيف ما كان الحال احنا الوالد الله يرحمهم الخوت، احنا باقي كنت انا تنعاون خوتي، كان ولاد خوتي، انا تزوجت ربي فتح لي باب الخير، تزوجت عندي بنت الله يخليها ليا. وفاش 16 عام قلتي لي 16 عام كان عندك وليد؟ 16 سنه كان 16 عام بنيت الاولى ديالي. البنيته الاولى ديالك ما عايشاش معاك اليوم؟ توفت. لا لا توفت، الحمد توفت اللهم لك الله يرحمها، توفت صغيره. نعم. ملي سمعت القصة تاع السعادة تفكرت هذوك الأيام لا، ولكن اليوم ملي كتفكر هذيك الأيام واش شنو كتشكل ليك؟ واش كتشكل ليك ذكريات اللي هي أليمة، ولا اليوم كتشكل ليك حافز باش تزيدي تطوري وتديفلوبي راسك تيتقال؟ أحيانا تنحس بالألم. نعم. وأحيانا ولكن الحمد لله والشكر لله أنا كنفكر نزيد القدام. نعم. كنفكر نزيد القدام وبفضل الله وفضل هذه البلاد كاين طبيب كيساعدك، كاين مساعدات، كتشوف الطب النفسي، كتشوف
كتحاول تشوف نفسك القدام. نعم غير ربما الفرق اللي بينك وبين الأخت الأولى هي أنت كي قلتي خديتي صنعاء، تعلمتي شي حاجة، كان الحضور ديال الناس اللي أزروك ودعموك بغض النظر عليها، هي عكس التجربة ديال الأخت هي سعاد اللي ربما لقات راسها بوحدها، هذا هو الفرق. لقات راسها بوحدها. نعم. حتى احنا كنا في ديك الدرجة، ولكن حاجة واحدة اللي بغيت نقول، رغم العصا اللي كلينا، رغم الضرب اللي كلينا، رغم لكن داكشي كان لقيت في يدي. نعم. الا كنت ناكل العصا على العجينه، كنت ناكل العصا على الجفاف، كنت ناكل العصا على غسيل الماعن، كنت ناكل العصا على اي حاجه درتها. نعم. ولكن دابا الحمد لله من اللي جيت لهنا، اي حاجه درتها كلشي تيقول لي شكرا زوين. تطولوا في المعنويات ديالك، ماشي بحال المغرب ديالنا، الناس ديالنا في المغرب ما كانش عندنا داك الحق. لا ما نقولوش ما شوف دوك هذوك شوف دوك اللي بغا كاسي كاينين في العالم كامل، فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ كاينين في العالم كامل الناس اللي كيحطموا المعنويات ويقولوا لك هذا الشيء، فهمتي؟ غير انت ونعم تصادفتي. انا قبل ما نجي لميريكان انا خدمت مع واحد السيده الله يجازيها بخير ويطول عمرها. نعم. ما عرفوش نقول سميتها ولا بالحق نقدر نقول سميتها. بلاش لالا بنيس، الله يطول عمرها ويخليها لوليداتها. هي اللي عاوناتني باش جيت لميريكا. نعم. حيدتني من راسها وعطتني الناس اخرين باش نجي لميريكا باش تعوضني داك الشيء اللي ضاع عليا. وما عمري نسى الخير تاعها ليومنا هذا. ولو القضية ديال العنف شي شوية كانت صعيبة، حتى يمكن نهضروا على ناس كيعلموا كيلقنوا، ولكن بلا عنف بلا حتى شي حاجة للأسف. لأن في ذاك الوقت أنت شحال في الثمانينات يعني من اشتغلتي في ذاك الوقت؟ أنا في السبعينات. أنا في السبعينات. نعم. قبل السبعينات أنا بنت 94 من بديت الخدمة كانت عندي 6 سنين. يعني في السبعين تقدر نقولوا في السبعين. سبعين. نعم على ما جات. يا. واخا شنو تقدري كرسالة؟ نعم كرسالة كخلاصة يمكن تقسميها مع الأخت. نقول لها إن شاء الله. نقول لها تزيد إيمانها في الله ورثة الوالدي، ما عمرها تطيح الحمد لله، وتشوف مراتها. وتشوف راسها ما تبقاش تاني غير مكبتة بحال هكا، تخرج تمشي تقرار، راه دير محاربة الأمية، دير سميتو شي حاجة اللي تفوج عليها هي المستقبل ديالها اللي باقي لها في الحياة. نعم شكرا لك أنا جات، شكرا لك على التواصل ديالك معنا. شكرا لك. ومن خلال كنحيو جاليتنا المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وبنيويورك بشكل خاص. شكرا جزيلا لك. شكرا. وتنتمنى لها التوفيق وردة الوالد مع عمره ما يخيبها الحمد لله. شكرا بارك الله فيك نجاة، وشكرا لك وتحية لك على الصمود ديالك وعلى شكرا بارك الله فيك.